أحبابي الكرام، السلام عليكم. معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى إن شاء الله يكون يكون مزيان وصحة جيدة وكل ما كنتمناو في حياتكم إن شاء الله. وإن شاء الله دابا غادي نشوفوا الحلقة ديال اليوم، غادي نخصوها للكلاصاج، كلاصاج بلو. غادي نشوفوا طريقة التحضير ديالو مزيان، وهذا الكلاصاج هذا يمكن لكم تخرجوا به جميع أنواع ديال الكولورو في الكلاصاج. نشوفوا الطريقه ديال التحضير وبقى تراقبوا مزيان الفيديو، الله يجازيكم بخير، باش تعرفوا حتى اذا جيتوا تعملوا واحد الحاجه يعني كتجيبوها صحيحه. يلا ندوزوا للوصفه، ولكن زلوا دابا لايك الفيديو. واش جزاكم الله خير. لاحظوا هادو هما المكونات اللي غادي يخصونا لهذا الكلاصاج بلو. كيجي صراحه كيخصك غير تركز على الطريقه ديال التحضير. كما كتلاحظوا عندي هنايا السكر، عندي هنايا 225 غرام ديال السكر، وعندي 50 غرام ديال الشوكولا بلون، الشوكولا يعني الممتازه اللي كتكون مزيان، يعني هذه راه كتكون موجوده في الاسواق. وعندي هنايا واحد 11 غرام ديال الجيلاتين، يعني واحد 4 ديال الورقات، قل يعني 4 ديال الورقات من هادو، 4 من هادو، قل 4، هذاك الربع هو هذا، قل هذا، يعني غادي نشدو غادي نعملو 3، وحده الرابعه غادي نقطعو منها، يعني غادي نقسموها على 3، والنص الكبير غادي نعملوه هو اللي غادي، وهذا الصغير يعني الربع اللي كيكون هذا غادي نخليوه ابار، ما غاديش نستعملوه. اللي ما عندوش الميزان، يعني 11 غرام، كل ورقه فيها 3 ديال الغرام. وهنايا عندي الماء، عندي 180 غرام يعني بالميزان 180 غرام، وعندي 150 غرام ديال كريم فريش، وعندي واحد غادي ناخذ واحد شويه ديال كولورو ابيض، يعني الكولورو راه كيكون موجودين والثمن ديالو رخيص ماشي شي حاجه. وهنايا ان شاء الله غادي بحال دابا اللي ما عندهمش الميزان كيعملوا بهذا الكاس ديال العنبه بحال هكذا. هنا غادي نشوفوا بحال هذا الشوكولا شحال غادي يخصنا في هذا الكاس هذا. انتما تقريبا النصف ديال الكاس تقريبا كما كتلاحظوا، يعني النصف ديال الكاس، ولكن ما طالعش النص بزاف، يعني قل واحد جوج ديال المليم. وهنايا غادي نعبر لكم السكر، وغادي نجيب واحد الكاسرون بحال هكذا. هنايا نعبر لكم الحاجه اللي ناشفه باش ما كتلصقناش على الكاس. ثم واحد الكاس عامر حتى الفم، يعني السكر نعملو في هذا الكاسرون. وتقريبا نصف تقريبا قد الشوكولا اللي عبرنا، انتما كما كتلاحظوا هكذا كتعملوه ملي كيوجد، كتخليوه حتى كيبرد، كتعملوه في شي قريعه ولا في شي حاجه ولا في شي طاس، وكتعملوها في الثلاجه ملي كتبغيوها عاوتاني. غير كتسخنوا الماء في شي كاسرون بحال ديال يعني حمام مريم، وكنزلوه في هذاك الماء وكنخليوه حتى كيطلق، وديك الساعه كندوزو على الطارت. هنايا دابا غادي نوزن لكم الماء، يعني الماء باش غادي نعملوه مع السكر هذا. يعني قلنا كاس ديال السكر والنصف تقريبا، وهنايا 180 غرام ديال الماء، يعني هذا بالعبار نيشان حتى الشنافه، يعني حتى كيبغي يتزلع. وهنايا غادي نعملو على النار،
هنايا اللي ما عندهاش الترموميتر هذاك يعني غادي تعمل معاه واحد شويه ديال الكريم او الحليب، كنتو بغيتو تعدلو بلاصه الكريم تعملوا الحليب تعملوه. هنايا غادي نعملوا واحد شويه معاه، غادي نخلطوه ملي غادي يطيب غير نشوفوه فاض، يعني غادي نعرفوه وصل ديك 103، هذيك الساعه كنزولوه وديك الساعه غادي نكملوا المراحل الثانيه. دابا غادي نعبر لكم الكريمه شحال. دابا انتما كما كتلاحظوا يعني كاس ناقص واحد جوج ديال الميليم، واحد جوج حتى لجوج ونص ديال الميليم اللي ناقص كما كتلاحظوا هنايا، يعني باش كتاخذوا العبار ديالو نيشان. بالنسبه الاخوات اللي كيطلبوا الكاس ديال العنبه، يعني هذا هو العبار ديال بالكاس ديال العنبه اللي ما عندهاش الميزان. دابا ان شاء الله غادي نعمل هذا فوق النار، وانتوما غادي نعملو واحد شويه بحال هكا بحال هكا، وغادي نخليوه حتى يفيض. ملي غادي يطيب يغلى غادي نشوفوه فاض بحال شكل الحليب نزولوه، وضروري ما تحركوه، يعني لا بد تخلطوا مزيان هاد المكونات هادو. هاد نعملو على النار، وهنا ان شاء الله غادي نعملو هاد الشوكولا هنايا في هاد الاناء، وغادي نعملو معاه واحد شويه ديال الكولورو. يعني بحال هكذا تقريبا غير الربع ديال ملعقه صغيره. وإلا كان عندكم ميكسو بلونجو بحال هكذا، اللي ما عندكمش هذاك الهاشوار فاش كطحنوا ولا المهم، ولا فشي مولينيكس طحنوه مزيان ملي كتعملوا فيها الشوكولات بحال هكا كتحركوه وتضيفوه في ديك المولينيكس، وديك الساعة كطحنوه مزيان باش كيتخلط كيجي كيعطي واحد لمعة. هانتوما من بعد ما غلانا هاد كيسميتو هاد الماء مع السكر كنعملو هاد الجيلاتين ديالنا كما كتلاحظوا. ما خصكمش تخليوه في الماء حتى يولي كيدوب كما كيبانش، غير تشوفوه رطب مزيان بحال هكذا زولوه. هانتوما كيولي بحال السيليكون، وكنعملوه باش نذوبوه. هو دغيا كيدوب كما كتلاحظوا. هنايا نعملو هاد الكريمة ديالنا، هانتوما كما كتلاحظوا. دابا ان شاء الله غادي نضيفوه على الشوكولا. هنايا دابا ان شاء الله غادي نعملو في هذا الكأس بحال هكذا باش يصلح لينا نطحنوه بهذا ميكسور بلونجو. هنا دابا كما كتلاحظوا يعني عملته في هذا الكأس هذا، وتعملوه اي في اي اك يعني كاس، الا ما عندكمش الكاس ديال هذا عملوه شي حاجه في شي كاسروم ولا شي حاجه وبقات تخلطوه. ولكن من ناخذوش من نقعدوش ملي كنعملو امارش، ما نعملوش ما نطلعوهاش الفوق، كنخليوها غير بحال هكا، كنميلوها واحد شويه للجنب باش كيتحل شي شويه من القاع باش كيدخل داكشي وكيطحنو. هانتوما الا لاحظتوا يعني كنمشي بحال هكذا، يعني كنمشي مايل، ما كنمشيش هكذا واقف يعني بحال هكذا، لا خص تمشي هكا مايل هكاك باش كيطحن داك الشوكولا اللي باقا وكيخلط داك الكولورو مزيان. ودابا كما كتلاحظوا هذا هو الكلاصاج ديالنا، هو واجد. ودابا هكذا ما تستعملوش هكا سخون، خليه يبرد واحد شويه باش ما يجيش بحال الماء، يعني دابا راه داير بحال الماء، ولكن ملي كيبرد نعملوه على الطارد ديالنا ولا شي حاجه. وهنايا يمكن لينا دابا نقسموه ونعملو الكولورو اللي بغينا. وهنايا غادي نوريكم الطريقه ديال الفريق ديالو كيفاش غادي نقسموه. نزولو هذا الميكسور هذا
هنايا غادي نجيبو يعني ثلاثة ديال الحوايج. إلا بغينا جوج ديال الكولورو نعملو غير على جوج، بغينا ثلاثة ديال الكولورو نفرقو على ثلاثة. هنايا باش كناخدو العبارات كناخدو بحال هكدا واحد شوية هنا، وكناخدو شوية هنا، يعني واخا بلا ميزان كنجيبو هداك الشي يعني غير بعين غير ميزان ديال العين بحال هكدا. يعني كتشوف هنايا هاد الحاشية شحال باقي ليها، وهادي شحال باقي ليها، وهادي وهنايا ان شاء الله غادي نشوفو هنايا بحال هكدا بحال هكدا. يعني هما جايين بحال بحال هانتوما. دابا الا عبرتهم هنا وما هنا وما هنا غادي تلقاو بحال بحال. دابا هنا شنو كنعملو؟ غادي نعملو هذا، غادي نرجعو لهنايا باش غادي نعملو ليه الكولورو. وهذا واحد كنخليوه ابيض ابار ما نقيسوش، وهنايا هذا غادي نعملو له كولورو اخر. وهنايا دابا كما كتلاحظوا حضرت هاد الكولورات هادو، هو الاحمر والاخضر، وكاين هذا الاصفر، يعني هادو كتلقاهم موجودين. ان شاء الله غادي نعملو، شوف راه كنقيسو دغيا كي دابا ان شاء الله غادي نعملو الملون الاحمر ولا الاخضر، نعملو الاخضر الاحمر بحال هكذا. غادي نعملو واحد الملعقه وبقى نعملو فيها داكشي اللي بغينا بحال هكذا، يعني كنشوفو اللون اللي حبيناه، يعني شحال بغيناه مغلوق بغيناه مفتوح بغيناه اختيار كيبقى ليكم. وهنايا عاوتاني نخلطو بنفس الطريقه بحال هكا، ما ناخذوش الكسميتو الفوق غير بحال هكذا. هنايا جا اللون ديال رايبي، هنا غادي نزيد له واحد شويه، نزيد له قد داكشي اللي عملت. هنايا الصراحة هاد الملونات هادو ما تبقاوش تاخدو هاد الملونات هادو، هو خا احمر ما كيعطيش الكولور ديال الاحمر نيشان، يعني زيرو. هانتوما شوفوا الكولور ديالو، هانتوما بحال هكدا. يعني هذا هو الكولور ديالو كما كتلاحظوا. هنا غادي نعمل ملون اخضر ان شاء الله، غادي نشلو هادي شي شويه هنايا باش كتبقى لنا نعملو الكولور الموالي ان شاء الله. هنايا بحال هادو بقا تاخدو بحال هادو، تكون بحال هادي في الاحمر، وتكون يعني اي كولور خديتوه فحال هادي يعني مزيانه. هادو ما تاخدوهمش، هادو ما خدامينش، هادو زيرو. انا غادي نعمل بها الخضر، هادي الخضر غادي تعطي واحد شويه ولكن ماشي داك اللون اللي كنبغي. هذا واخا كيعطي داك اللون الاخضر ولكن اللون ما عجبنيش. المهم انا عطيت لكم طريقه باش تعدلوا الكولورات ديالكم في المنزل انتما. كنتمنى ان شاء الله يتنال اعجابكم هذه الحلقه هذه، وما تنساوش البارتاج مع الاصدقاء باش توصل المعلومه للجميع. انتما كنتمنى ان شاء الله تبان لكم مزيان. دابا هادو راه باقيين سخانين حتى كيبردوا واحد شويه عاد كيعطينا كيفاش غادي نعملو على الطار ديالنا ملي كنجبدوها من الكورجيلاتور، كتكون جامده كنعملوها كنعملو ليها الاخر الكلاصاج ديالها ونزوقوها كيف ما بغينا. الطارت يمكن لكم تعملوا بها نص من هذا ونص من هذا، بغيتوا تلونوها بغيتوا تخوا شويه من هنا شويه، يعني تضيفوا من هنا شويه، يعني بحال هكذا فوق الطارطه كتبقى تضيف شويه من هنا شويه من هنا، يعني كتلون وتزوق وتعمل داكشي اللي بغيتي.
دابا هادو هما الكلاصاج، الالوان ديال الكلاصاج ديالنا كلاصاج بلون، كيفاش خرجنا به كسميتو الكولورو. ودابا كتوجدوا بحال هكذا كيكونوا عندكم في المنزل، وكتعملوا كل حاجه في الطاس ديالها وتعملوهم في كونجيلاتور، لا ماشي في، عفوا، غير في الثلاجه عادي، وكتخليهم فوقاش ما بغيتوهم، كتجبدوهم كتحطوهم شويه في كاسرون ماء حمام مريم بهذيك الطاس كلشي. يعني تكون الطاس دائما اختاروا الطاسات ديال لي بلاستيك، بحال شي ردومات ديال البلاستيك، بحال شي حاجه، وديك الساعة تبقى تخدموا بهم فوقاش ما بغيتو تعدلو شي طارطة جبدوه، راه ما كيخسروا ما والو. وهنايا دابا ان شاء الله، دابا كما كتلاحظوا دابا وصلنا لنهاية الحلقة، دابا ان شاء الله حتى نعدل شي طارت ان شاء الله بهم. الحلقة الماجة ان شاء الله غادي نعدل فيديو خاص لهاد كيسميتو الطارت بهاد الكلاصاج هادي ان شاء الله. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.